لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. ما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وقيل لهم في ختام مجلسهم: قوموا مغفورا لكم بدلت سيئاتكم حسنات، وهم القوم لا يشقى بهم جليس. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب فضل قيام الليل، قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن، فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. رواه مسلم. هذان الحديثان، حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيه أهمية حضور القلب في الصلاة. فإذا كان المصلي يصلي ولا يعلم ما يقول في صلاته من ذكر وقراءة قرآن، فإن الأفضل في هذه الحالة له أنه ينام ولا يصلي. والمراد بالصلاة هنا صلاة الليل، أما الصلاة الواجبة والفريضة فإنه لا بد أن يدافع هذا كله وليصلي الصلاة الواجبة المفروضة عليه. ولكن إذا كان في صلاة نافلة كصلاة الليل ونحوها، فإنه إذا استعجم القرآن أو غلبه النعاس فلا يدري ما يقول، فإن الأفضل في هذه الحال أنه يترك ثم بعد ذلك يعود. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العلة، فقال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، يعني يريد أن يدعو لنفسه فيدعو عليها لأنه لا يعلم ما يقول. وهذا قد يحصل، يعني وقد يكون أحدنا مر عليه مثل هذا إذا كان في نعاس شديد، فإنه لا يدري ما يقول في صلاته. لذلك السنة في حقه أنه يذهب فينام حتى يأخذ كفايته من النوم، ثم يصلي بعد ذلك صلاة مطمئنة حاضرة فيها القلب، حاضرا فيها قلبه. وهذا الحديث لا يتخذ مثلا يعني ذريعة وعكازا من أجل أن لا يصلي صلاة الليل بحجة غلبة النوم، يعني لا يكون المرء فتوره أكثر من نشاطه، ولكن يبذل الأسباب التي تجعل منه نشيطا حتى يصلي. لكن لو حصل منه الفتور وحصل منه التعب والنوم في مثل هذه الحال، نقول له: ارقد ثم صل. ولو لم تصلي في تلك الليلة لغلبة النوم والنعاس فإنك معذور في ذلك، والله يكتب لك الأجر. لكن لا تكون حجة وذريعة بأن يترك الصلاة من أجل هذا العذر، بل المسلم عليه أن يسعى إلى تحقيق النشاط حتى يصلي حاضر القلب. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قام أحدكم الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. استعجم القرآن يعني استغلق عليه، استعجمه استغلقه، فعن فله يقول كلاما يخالف الكلام الذي أنزله الله عز وجل، فيقرأ آية على خلاف ما أنزلها الله، ويقرأ سورة على خلاف ما أنزلها الله، فيستعجم القرآن على لسانه. فمثل هذه الحال كما قال صلى الله عليه وسلم: فليضطجع، يعني ينام حتى يأخذ كفايته ثم يقبل على الصلاة بعد ذلك بقلب حاضر.
وهذا يدل دلالة على عناية الشريعة بالحال التي عليها العبد، وهذا يدل على شموليتها ومراعاتها للناس وأحوال الناس. وبهذا نعلم أن هذا الدين أنزله الله عز وجل العزيز الحكيم الخبير بما يصلح للعباد وما يصلح أحوال العباد. صلى الله سبحانه وتعالى يعينكم على كل خير وجنبنا كل شر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.